أسف شديد يعني نابع من تبعات الأزمة الخليجية التي ظلت معنا الآن من سنين، ومثل ما ذكرت يعني أزمة ما بين أو خلافات ما بين دول شقيقة، وهذا ممكن يحصل، ولكنها للأسف الشديد يعني نزلت للمستوى الشعبي والمجتمعي وعلى كل المستويات، وما أضرت باللحمة الخليجية. بالنسبة لنظرية المؤامرة، يعني أنا أعتقد أن أنا من أيضا من الناس الذين لا يؤمنون بالمؤامرة بالمناسبة، وأعتقد أن لا يمكن أن دولة تفكر أن تعمل هذا الشيء لضرب دولة أخرى، لأن نحن اليوم نعيش في مجتمع يعني متشابك، مجتمع يعني عالم معولم. صعب أنك مثلا تنشر مرض خصوصا مثل هذا في دولة وما تتوقع أنه يوصل إلى بقية دول العالم، وهذا ما حصل الآن. يعني فممكن أن يكون هنالك ربما اختبارات لبعض الفيروسات وطلعت بالغلط او غير ذلك، ولكن انها تكون مؤامره لضرب دوله معينه او اقتصاد معين، اعتقد هذا من الصعب الايمان فيه. ولكن لما يعني ننتقل الى منطقه الخليج، فانا اعتقد ان الشحن هذا الشعبي الذي ما بين انعكاس دول للازمه الخليج الخليجيه.